وإيه يقع؟ يا ولد يا ريمار، يا ولد يا ريمار، يا ولد يا ريمار، ده يضايق أوي الجول ده، ده يضايق أوي الجول ده. والسلام عليكم. الفات تشامبيونز اللي فاتت لعبت بتشكيلة هي نفس الفات تشامبيونز المرة دي، بس هي الفكرة إن امبابي الهيد لاينر اللي أنا بلعب بيه قررت إن أنا هعمل البلاير أوف ذا مانث اللي لسه نازل اللي هو الـ94. الفرق ما بينهم مش كبير، الـ95 أحسن في الباسنج والشوتينج، بس الفرق ما بينهم مش كبير. ف عملت بلاير اوف ذا مانث علشان اعرف ابيع امبابي الهيد لاينر واحسن الفريق للتصفيات اللي جايه ان شاء الله، اللي هي تالت تصفيه اللي هتتلعب ان شاء الله مش السبت اللي جاي ده ولا اللي بعده اللي بعده، اللي هي 16 4. فاضل تصفيتين، فدي التصفيه التالته ان شاء الله اعرف اعمل فيها حاجه علشان اعرف ايه اتاهل للبلاي اوف. فالفوت شامبيونز دي لعبتها بالتشكيله الاتيه: فاندر سار في الجول، فاران وروبن دياش الاثنين مدافعين، نونو مينديز ليفت باك، وكانسيلو رايت باك. بلعب ب 4 2 3 1 اللي هي بثلاثه اتاك ميد فيلدرز، فدي بروين وريناتو سانشيز الاثنين سي دي امز، رونالدو سنت سترايكر، مبابي اتاك ميد فيلدر، وميسي ناحيه اليمين ونيمار ناحيه الشمال. واحد يقول لي انت ليه حاططهم ال اف وار اف، اقول له مش هتفرق لان هم كده كده 10، فبالتالي ما عنديش مشاكل. التاكتكس بتاعه الخطه كانت الاتيه: بالانسد 45 55 بيلد اب بلاي وتشانس كريشن بالانس، الويث 55، بلايرز ان بوكس 6، كورنرز والفري كيكس 2. الانستراكشنز الاربعه دول: كم باك اون ديفنس، وده كفر سنتر ريناتو كفر سنتر وستي باك وال اتاكينج، وكله بالانس بتاع عشان ايه يزيد في الهجوم. ففيديو يا رب يعجبكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب على اليوتيوب واللايك وفولو على فيسبوك. في الديسكربشن يوتيوب هتلاقي كل السوشيال ميديا اكونتس، اعملوا لايك وفولو تنوروني. ولو حد حابب ياخد كوتشنج يبعت لي على انستجرام ونظبط الموضوع ان شاء الله. مشاهده ممتعه. لازم يبقى غالي. هامرز ده بقى ايه الفكره؟ الماتشات دي لو انا كنت جبت جول في الاول في الجول الثاني الراجل كان هيطلع. شايط ماشي. يا نهار ابيض، ده جول عجيب الشكل والمظهر، بس يعني حلوه منه الصراحه. الواد ده حتى بص هو صورته مش مصدق اللي هو يا لهوي ايه كده. الواو الهدف الثاني يا ساتر يا رب. يا ديو واحدو واحدو. الواد معرق معايا هو الصراحة، يعني المفروض الماتش كان يخلص من زمان. شوف سايد، نهار أبيض، يا نهار أبيض. نعم والله العظيم، يعني كنت خسرت الماتش ده، كان ممكن أكتر ماتش أخسره، يعني مش فاهم خسرته ليه. يوفنتوس يا ساتر يا رب. يا نهار ابيض يا بارون يا حبيبي، ما تاخد الكوره. ريناتو ال 84 حلو طبعا. يا سلام على وش الرجل، يا سلام على وش الرجل. يعني سلكت قوي مش من... النظام دي كمان ما تجيش. يا ساتر مش فاهم، انا مش فاهم في ايه. يلا دي بروين صح، يا ولد مبابي مش هيطلع. يا ابن اللعيبة يا ميسي،
كامافينجا والواد سان ماكسيمان. يا دي بروينا يا دي بروينا ليه يا دي بروينا ليه يا دي بروينا يا واء شيء لا يصدقه عقل، شيء لا يصدقه عقل. صد بقى، صد يا كاثيس، ما تصدها. سلام يا ميسي، يا سلام يا ميسي. نهار أبيض. الله بينا. يا ولد يا رونالدو. سلك، سلك ها. يلا بينا يا كيليان صح كده وحشة وتقول لي حبيبي نجاة حلوة لا ولد يا نيمار الله الله عالجول الله عالجول مش قصاد يا سلام عليك يا رونالدو يا سلام عليك يا رونالدو ويه اقع يا ولد يا ريمار يا ولد يا ريمار يا ولد يا ريمار ده يضايق قوي الجول ده ده يضايق قوي الجول ده يلا رونالدو صح ماتش سهل ده المفروض يا اولاد ما ايه ما ياخدش مننا لا لا ويك فوت لا الحمد لله جول يا نهار ابيض على اي كلام هيطلع؟ ده انت عايز ريزل حلوة 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 للصبح ازاي 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 يا الله يا الله يا الله يا نهار ابيض يا بران يلا يا ميسي صح كانسيلو الحمد لله يا جماعة مش ممكن ايه العبط ده مش ممكن ايه العبط ده وتصد يا الله يا الله I'm still FC ده فيليب لام رونالدو انا نظر لازم تطلع يا باشا شكرا يعني بص اديني الفوز اديني الفوز انت راجل طيب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد رجل محترم انت محترم والمحترمون في فيفا قليلون لا اوعى اوعى تغلط الغلطه دي يا زياد
أكون أخوان ماتا. ده قلش مصري، ده شكله قلش مصري. لا لا، انت لو انت مصري أرجوك قول لنا. شكرا يا كابتني، شكرا، هكون اخوان. دينامو مش عارف ايه يا ساتر. يلا بينا يا كيليان، هكمل مباشرة. يا كابتن انت مش حاسس ان انت في حق؟ ايوه اهو. اوه ايه، لا لا لا، يلا استنى بس. والله يا كابتن اقسم بالله ما قصدي احتفل، والله ما قصدي احتفل. الله عليك يا محترم. الله عليك يا محترم والله. بروكسي. رونالدو يا ابن اللعيبة، فاندا بيتر تشيك. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر. يلا بينا رونالدو، صح كده يا ولد، يا ميسي يا ولد، يا ليو. ايه ده حبيب قلبي؟ يا راجل يا راجل يا رونالدو، يا راجل يا راجل، انا كنت عايز الف برونالدو لما رقص الجول. يا ساتر يا نهار ابيض يا ولد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا بران، يا ولد يا بندسار. انت اسمك ايه؟ لا ده توتو هاندو. اوكي ماشي، يلا ده مش اوفسايد بقى. حط يالك وريد مالك، صح يا ولد. من اللذينة يا ابن اللذينة يا فاندر سار. خلط له خلط له خلط له خلط له، ايوه دوخ دوخ. دارث اف سي، يا ساتر يا رب على الفرقة. اوبا ديفليكشن، يا نهار ابيض يا رونالدو، حرام عليك. يا ولد يا ولد يا ميسي يا ولد، لعبها له والله. صح كده صح كده صح كده. راجل يا رونالدو، ما بحبش الهرطقة والله ما بحبها. يا لهوي يا جدعان، مش ممكن. فران يا فران، الله عليك الله عليك يا فران، يا نجم الدفاع. روبن دياش عملها اسيست لفران. ولدي يا ولدي يا ولد يا كواريزما يا ولد. جيرل بوس اس تي، عارتني خسارة. شوف سايد يا فاندر سار، يلا رونالدو صح كده. ولد يا رونالدو يا ولد على الهيد، يا ولد على الهيد. الله
صح قوي قوي قوي، هجمة مرتدة عالمية والله، عالمية. ازاي يعني روبن دياش تعدي منك يا روبن يا دياش؟ انا كنت عارف والله العظيم ان هو بس الجنونة. ياه يا رب ارحمني يا رب من ام الكور اللي بتبقى ماشيه مع الناس دي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، انا غلطان برضه، انا كنت المفروض امسك الكوره فاهم ايه، اخليها في حضني. خلاص شكله طايق نفسه. بلايدو توينز صح كده، صح كده. يا الله على الوحاشة والقرف. الحمد لله يعني والله العظيم. ايه ده؟ صح كده. ضربة جزاء غير صحيحة. جزاء غير صحيحة. الله دي بروينا. هو هو يا ولد هو. فاز يطلع الراجل. يلا بينا. يا سلام. ايوه كده، ايوه كده. الفرق بينهم في التوقيت يعني انت دوست مربع عشان تشوط الاكس، هتشوطه امتى، هتدوسه امتى. يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل. ازاي يعني؟ حرام عليكو. فاران يا فاران يا ولد. طب ما تروحي باصي يا ابن الذين. رونالدو بالباص ده مات يا عم. فين الجوائز؟ 3 بلاير بيك و2 ريد بلايرز، واحدة التيمت و2 بريميوم تيم اوف ذا ويك باك، وفلوس اقل اقل من اللي المفروض اخدها. ده خسارة يا بيت، خسارة. 75000. اوبا وسون بعد اذنكم، عايزين شباب تعرف ننزلها بارتر. هنا مين؟ اوبا كينجز لكومان. جميلة دي، دي جميلة يا كومان والله. ميديم ميديم بس يعني مش مشكلة. تعال ها نشوف هنا كده يا ترى. يا هل ترى ما فيش؟ تعالى بمصر. انا اسف انا ما خدتكش اول مرة. رير بلاير كام وسهل يا رب يا كريم. نيران خطير. يا ترى 8 ثواني مش نافعة يا كابتن صبري. الباكة اللي عليها العين اللي هي الالتيميت. اما نشوف. يا على اللون اللي وداني وجابني جندوجان. ماشي 87 ريت. اوبا وكيفيتش يا ولد يا ولد يا ولد. ده احلى باك برونز دي ولا ايه؟ والله احلى باك برونز.
تيمو بدويك اهو. اما تشوف نيران الماني ده مين ده؟ الله عليك يا امري يا جاد. ايه ده؟ ده هتلاقيه حلو عامة. ده ممكن يكون غالي. ده ممكن يكون غالي. وبالنصر. طب كام بقى يا امري؟ ممكن. ونيران فرنسي. لا كلوس. تعال حبيبي 86 برضو. هتلاقي برضو ايه الناس ممكن تكون بتلعب بيه. يلا يا اخوانا اشوفكم على خير ان شاء الله. اصلي الفجر ايه واشوفكم. يلا سلام عليكم.